بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. عبد القادر زرباع رئيس جامعة تلمست، أستاذ التعليم وفاعل جمعوي. التجربة السياسية بهذه الجامعة بدأت سنة 1997 والحمد لله استمرت حتى اليومنا هذا بفضل المجهودات اللي كنبذلوها من أجل المصلحة العامة بطبيعة الحال على قدر الإمكان والمستوى ديالنا والتجاوب ديالنا مع الساكنة بطبيعة الحال بتنسيق مع مجموعة من الإخوان اللي كيشتغلوا لا في الميدان الجمعوي ولا في الميدان السياسي ولا في ميادين أخرى. وشاءت الأقدار أن أكون رئيسا لهذه الجامعة ابتداء من المرحلة ديال 2021-2027، وحنا إن شاء الله راه معية الإخوة اللي معنا في المجلس كنشتغلوا على مجموعة من التطلعات ومجموعة من البرامج اللي هي في خدم المتطلبات ديال الساكنة. بطبيعة الحال الجامعة ديال تلمست هي جامعة فقيرة، جامعة أقل ما يمكن نقول عليها أنها جامعة كتعتمد في المداخل ديالها على الضريبة على القيمة المضافة على التيفية، وهذه التيفية هي بنفسها راه موضوع سؤال. تيفية قليلة، داكشي اللي كيوصلنا من تيفية قليل يلا كيكفانا في المصاريف الإجبارية، الموظفين، الماء، الضوء، يعني دوك النفقات الإجبارية يعني اللي يمكن أنها تكفيها وكيبقى التنمية والمشاريع الكبيرة والمشاريع اللي كتنتظرها الساكنة كتبقى معلقة. يعني خاصنا واحد دعم وواحد شراكات وميزانية أخرى باش يمكن نحقق لهاد الساكنة شي حاجة من هاد القبيل. هذا على سبيل المثال عندنا مجموعة من الدراسات اللي واجدة ولكن ما قدرناش لونسيو الصفقات لأن ما عندناش الاعتمادات المالية الكافية. مثلا عندنا دراسة موجودة المجلس صرف عليها الفلوس ووجدها ديال ربط الدواوير المجاورة للمركز بالماء الصالح للشرب، كنقصد الربط الفردي. هاد الدراسة هادي وجدها مكتب الدراسات أوسيي في مراكش وصادق على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وهي الدراسة بالأيدين ديالنا قلبنا على شراكات مع الجهة. ما يمكنش ليهم أنهم يديروا لا كوندويت، هذا يعني ماشي في اختصاصات ديالهم. المبلغ كبير، مجلس اقليمي ما يقدرش يدير فيه شي حاجه كثيره. حنا كنطلبوا ان وزاره الداخليه تدخل معنا على الخط والمديريه العامه للماء الصالح للشرب حتى هي تدخل معنا على الخط وتعاون معنا في هذا المشروع. مشروع كبير اللي كيتجاوز تقريبا 2 مليار ديال السنتيم. عندنا كذلك دراسة موجودة ديال تأهيل المركز ديال تلمست، لأنه تقريبا بقى غير هو في هاد اللالين هادي اللي ما مأهلش باقي، يعني بديك الصورة النمطية القديمة. حنا بغينا تأهيل بشكل حضاري لا فيما يخص لي باركينغ ديولو، التروطوارات، الطرقات، ليكليراج بوبليك، المناطق الخضراء، يعني يكون واحد التأهيل اللي هو تأهيل فعلي اللي غير الصورة ديال المركز ولا تغير ديك الصورة وبانت بواحد الشكل اللي جميل جدا. يعني غادي تعطي رؤية أخرى وغادي تعطي تنمية أخرى وغادي تعطي دفعة أخرى لهذا المركز هذا. فالجامعة إلا بغت تشتغل وبغت تكون تنمية بشكل جيد خاص الجامعة تنفتح على جميع الأنواع الاجتماعية اللي كاينة، على أطفال، شيوخ، نساء، رجال، أشخاص
ذوي احتياجات خاصه، معطلين، مثقفين، يعني كل شيء، يعني يكون واحد الاشراك وواحد التشارك اللي هو شامل، باش حتى النتائج ديال اللقاءات التواصليه والتشاورات تكون نتائج يعني ايجابيه. نكمل لك بالنسبه للتطلعات ديالنا. ان شاء الله عندنا رؤيه اننا نحاولوا، لان باش ننميو تلمست كمركز راه ما عندناش كيفاش نديرو تنجيبو ليها معامل ولا مصانع كبيره، هادشي ربما صعيب علينا وخاص يكونوا خواص اللي جاو داروا. احنا يمكن نشتغلوا على ما هو اداري. الرد تلمس هي مركز اداري، اي جميع الادارات تكون كاينه في تلمس، بحال ملي كنقولوا محكمه القرب، بحال ملي كنقولوا التكوين المهني، مركز ديال التكوين المهني اللي حتى هو درنا ملتمس في الوزاره الادماج الاقتصادي والتشغيل ان يتم احداث واحد المركز ديال التكوين المهني، لان كل الاقليم ديال الصويره يلا عندنا مركز التكوين المهني واحد كاين في مدينه الصويره، في حين ان معظم الساكنه ديال مدينه الصويره راه كاينين في الجامعات اللي هي كاينه على برا. حنا الشياد ما كلها الا كان فيها مركز ديال التكوين المهني بتلمست راه غيكون، ما نقولش لك غيكون عليه اقبال كبير، وانما نقدر نقول لك غيكون فيه اكتظاظ، لان الاغلبيه ديال الشباب هنايا والشابات وما كيقدروش يمشيو لصويره ويكريو ويتحملوا النفقات. احداث مركب الصناعات التقليديه اللي ممكن يشغل واحد فئه كبيره ديال النساء ديال المنطقه والفتيات ديال المنطقه بالخصوص، وكذلك الشباب ديال المنطقه اللي هما مبدعين في الصناعات التقليديه، نجاره الالومنيوم، النجاره التقليديه، الخياطه، يعني كاين بزاف. وكاين الوعاء العقاري فين يدار مركب ديال الصناعه التقليديه بتلمس وممكن ينجح بواحد النسبه كبيره وكبيره جدا. تعبيد جميع الطرق الحضاريه، حتى حنا خصنا نشتغلوا على تكون عندنا سياره الاجره صغيره اللي تربط ما بين الاحياء. الى شي حد نزل بالليل في المحطه ديال المركز ديال تلمس يبغى يوصل لواحد الحي او لواحد الدوار قريب هنا، يلقى حتى هو سياره اجره صغيره ليوصل في الوقت اللي بغى، نساء رجال هذا. وهنا ما يمكنش يتحقق هذا سميتو الا ما كانش التعبيد ديال هذه الطرق، هذه الطرق الحضاريه. التعليم عندنا واحد المشكل اللي ماهوش بيد الجامعه، بيد وزاره التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا المشكل هذا سبق كتبنا، راسلنا المجالس اللي فاتت، راسلت عدة مرات، ولحد الساعة ما دارت شي إجراء. هو فصل الثانوي التأهيلي الثانوي الإعدادي، فصل التأهيلي على الإعدادي في الثانوية الوحيدة اللي كاينة في تلمس، لأنه تربويا باش ناخذوا الوليدات الصغار ديال الاعدادي والبنيات الصغار ديال الاعدادي وندخلوهم في نفس المؤسسه في نفس الساحه في نفس الكولوار في نفس الحجوره تقريبا مع تلامذ ديال التاهيلي راه ما صحيحاش، لانه الا كان الاعدادي بوحدو والتاهيلي بوحدو حتى النتائج التربويه غتكون نتائج مزيانه، غيكون اداره مفصوله، اداره الاعدادي بوحدها، اداره التاهيلي بوحدها. الوقيته اللي كيكونوا الامتحانات ديال البكالوريا، تخيل معايا شهر كتوقف الدراسه ولا 20 يوم بسبب ان المؤسسه كتولي كلها مركز امتحان ما خص حتى واحد يدخل، في حين ان المؤسسه ديال الاعدادي اللي قريبه لينا مجاورانا هنايا خدامين، لان عرفتي راه 20 يوم ديال الفرق ولا 15 يوم كيضيعوا فيها التلامذ. حنا بغينا الاعدادي تفصل على الثانوي. بالنسبه للصحه، المركز اللي كاين دابا في تلمس، تخيل معايا دابا عندنا مركز صحي في تلمس ما فيهش طبيبه، ما فيهش طبيب، ما كاينش طبيب، كانت طبيبه وحده، وهاد الطبيبه وحده راه ماشي غير ديال جامعه تلمس، راه ديال جامعه تلمس وديال جامعه سيدي بجليل، وكيجيو من جامعات اخرى بحال سيد العروسي، المخاليف، سيد اسحاق، سيدي علي كراتي،
زاوية بن حميدة، يعني سيدي عيسى كيجيو هما ما كيعرفو غير يجيو هنا لتلمس هذا المركز هذا. دابا طبيبة ما كايناش، المركز ما فيهش طبيب، على الأقل يكون طبيب واحد، في حين أنه خاص يكونوا جوج وما كافينش. الناس هنا واحد الفئة راه حل المشكل داك الطب الخاص، أنا كان عندنا جوج ديال العيادات ديال الطب الخاص، جوج ديال أطباء جينيراليست دايرين عيادات ديالهم، الناس كيمشيو له، ولكن اللي ما عندوش فين غيمشي؟ الاستعجالات، شي واحد غيجي مع الستة العشية ولا السبعة العشية غيلقى السبيطار مسدود، غادي يلقى هذاك العيادة ديال هذاك الطبيب اللي هو خاص سد ومشى في حاله، ساكن في صويرة ولا ساكن في آسفي، فين غيمشي؟ يعني الصحة هنا سؤال ديال الموارد البشرية مطروح، ربما المشكل مطروح على الصعيد الوطني والجهوي، ولكن حنا هنايا راه مطروح بحدة في تلمس. بقات واحد النقطة بغيت نشير لها وهي مهمة، هي مجموعة الجامعات اللي غتحتاج، كاين مجموعة الجامعات الكراكا، كاين مجموعة الجامعات ديال النقل، كاين ديال المرفق الصحي. هنا عندي واحد الدعوة لرؤساء الجامعات والمنتخبين كلهم ديال الجامعات يعني المجاورة لنا، أنه إلا اتحدوا وداروا يد في يد راه ممكن يحققوا بزاف د الأمور، ممكن في إطار التنسيق ما بين رؤساء الجامعات بيناتهم، ملي كان راه كتولي واحد الكتلة ما بين واحد سبعة الجامعات ولا 11 جامعة ولا 12 ولا 13 ممكن تحقق بزاف، وممكن يكون تعاونات، يعني الناس تيتعاونوا بيناتهم وتحققوا حوايج كثيرة. كاين مشاريع اللي مشتركة، الجهة مثلا إلا كانت شي طريق كتربط بين جوج ديال الجامعات ولا ثلاثة راه كتمولها، يعني كتفك العزلة على جوج جامعات ولا ثلاثة. إلا بغينا نديروا سيارة نقل الأموات راه إلا كانوا ثلاثة الجامعات ولا أربعة راه غيجيبوها يحطوها. ناخذ مثلا داك الشاحنه الرافعه اللي كانت ديال اصلاح المصابيح ديال الاناره العموميه، راه ما غاديش تمشي تشري جامعه واحده ب 80 مليون سنتيم، وحنا كنهضروا على جامعات فقيره الفائض ديالها مهمل. يعني الا اتحدوا واحد اربعه الجامعات ولا خمسه وداروا غير ملتمس طلب الداخليه راه غتجيبها. الكلمه الاخيره نقول السكان ديال تلمس خصنا نتعاونوا كاملين الا بغينا نديروا التغيير. ما يمكنش التغيير يديروا واحد ولا يديروا 16 عضو منتخب ولا يديروا غير هذه الجمعيات، التغيير خصنا نديروا كاملين. المواطن عنده باش يساهم، الحرفي عنده باش يساهم، ارباب المحلات وارباب المقاهي عندهم باش يساهموا، داك النادي اللي في المقهى عنده باش يساهم في التغيير. راه الا تعامل مزيان مع الكليان، الكليان غيبقى يوقف في تلمست، وحنا جلبنا واحد التنميه. مول القهوه الا تعامل مزيان مع الكليان ونظف ودار الجوده في داك الشيء اللي كيقدم للزبناء، راه غيساهم في التنميه وغيساهم في التطور وغتكون نتائج مزيانه. مول الحانوت الا باع سلعه مزيانه بثمن مناسب وتعامل مزيان راه غيساهم، راه الشيء اللي كيخلي ان بنادم يجيب طوموبيلتو حتى لتلمست ويوقف وينزل وياكل ويخسر واحد البركه، راه هو التعامل، النظافه، الجوده، الخدمات تكون في المستوى. يعني انت هذا نوع ديال المساهمه. تغيير النظافه ديال الشارع راه المواطن مسؤول عليها قبل ما تسال عليها الجامعه. الا كنتي غير في ما لقيتي ترمي الازبال، في ما لقيتي بركاسه تخويها، فيما لقيتي مصباح ديال الاناره العموميه تخربوا، يعني راه ما كاينش تغيير، راه انت كتكرس واحد الوضع خايب. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.